بسم الله الرحمن الرحيم، معكم طارق مهيار ميك فاميلي من جامعة الهاشمية. رح يتم شرح طريقة تنزيل برنامج كريو في الفيديو هذا. أول إشي اللي أخذ السي دي من عندنا، في عندكم ثلاث فايلات: الكراك والإنستليشن جايد باوربوينت الأيزو، أو على الأغلب اللي أخذوا السي دي كسي دي بيكون موجود عندكم الفايلات هاي، من ضمنهم فايل اسمه الكراك. الفايلات هاي من ضمنهم فايل اسمه الكراك. أول إشي نرتب طريقة الشغل. أول إشي بدنا نعمله اللي هو فايل الكراك اللي موجود عندكم بالسي دي، تحطوه على الديسكتوب. يعني هذا على الأغلب اللي عندهم السي دي، على الأغلب إنه هذا الفايل أصلا موجود هون كان، فأنت بتمسكه من السي دي بتحطه على الديسكتوب. نفتح فايل الكراك، في عندك الشغلتين هدول، الباتشر واللايسنس فايل. الباتشر خلينا شوي على جنب مبدئيا، بنروح على اللايسنس فايل. هلأ عشان يشتغل البرنامج بشكل ممتاز بدنا نمشي خطوة بخطوة، يعني اي غلط في الخطوات هاي راح يعطيك اخر اشي، بس تخلص تنزيل وكل شيء راح يعطيك ايرور. فعشان يكون كل شيء تمام بدنا نمشي خطوة بخطوة. نسوي رايت كليك على اللايسنس فايل، اوبن ويذ نوت باد، راح يظهر امامنا الاشي هذا. بنوقف عنده شوي، ننزل ستارت، تكتب سي ام دي، انتر، طلع لك الشاشة هاي. بدنا نبرمج شوي هسا. ip config space slash all، راح يطلع لك الشغلات هاي امامك. هلا انا باعتقاد الايرور من الخطوة هاي كان، يعني هون اذا اخذت الرقم الغلط اخر شي بس تخلص راح يعطيك ايرور، فلازم ننتبه انه بناخذ الرقم الصح. كيف بدنا ناخذ الرقم الصح من هون؟ الرقم اللي احنا بدنا ناخذه اصلا اللي هو الفيزيكال ادرس، العنوان الرئيسي للجهاز. فانت على اي نت عم تستعمل؟ فرضا انا شغال على السلك، اعمل الخطوة هاي. لو عملت رايت كليك اوبن نتورك اند شيرنج سنتر، تشينج ادابتر سيتنجز، تمام. ايثرنت اللي عندهم لابتوبات في وايرلس، على الاغلب انه انتم كلكم شابكين وايرلس، فهون راح يكون في شيء اسمه وايرلس ادابتر. انا عندي هون ايثرنت ادابتر، فانا على جهازي هذا هو العنوان تاعي. يعني عندكم جزء غير، عندكم جزء الواي فاي، عندكم جزء الايثرنت، فكل واحد حسب. يعني هالخطوه انا ما بقدر احكي لكم انتم شو، على الاغلب انه كل اللي عندهم لابتوبات على الاغلب انه انتم واي فاي. اذا كنت شابك سلك من وراء على اللابتوب انت ايثرنت، اذا كان جهازك شابك من سلك انت ايثرنت. هذا هو الرمز اللي انا بدي اياه. فشو بعمل؟ هذا بدي احطه وين؟ بالنوت باد اللي عندي هون، بدل الاصفار هاي بدي احط هاي الشغلات اليوم. كيف بعمل؟ edit replace، بدي ابدل الاصفار، بعمل copy paste بالاشي الموجود عندي هون اللي هو d8 minus c b minus 8a minus 76 minus 09 minus 26. هذا الاشي حطيناه هون، بكبس ريبليس اول. هيك حطيت العنوان تاع الجهاز تاعي في اللايسنس فايل اكس سيف. هذا خلص ما له لازمه، صار عندي هذا اللايسنس فايل اللي عندي هون مربوط بايش؟ بجهازي. باخده بعمل له كوبي، بدي اروح على جهازي ذيس بي سي، سي بروجرامز فايلز، بعمل رايت كليك نيو فولدر بسميه بي تي سي، كابيتال بي تي سي. انا عندي موجود فما راح اعمل هالخطوة. هيو بي تي سي راح يكون فولدر فاضي بي تي سي، هيو بحط فيه اللايسنس فايل. صار عندكم اشي زي هيك. خلينا نتأكد من اللايسنس فايل، لازم يكون عنوان جهازي موجود فيه. هاي لحد الان احنا ما بلشنا تنزيل، هاي بس كلها خطوات عشان اللايسنس فايل. هلا هيك راح اروح ابلش باجراءات التنزيل. بفتح السيت اب، رايت كليك، رن از ادمن ضروري. انستول نيو سوفت وير، نيكست. اي اكسبت لايسنس اجريمنت، نيكست. المفروض هون يطلع عندي لايسنس. ايوه هي
يطلع لي الفاين هاد. ممكن انا اخذ الباث تاعه او على السريع بتمسك هاي هيك، اعمل هيك، استنى عليه شوي، سيرشينج افيلبل نيكست، اختار كل شيء، هاي ما بديها رح نروح الجنريك انستول لانه استنى عليها. طيب عبين ما ينزل خلينا نراجع شو عملنا بالضبط. رحنا على كراك، رايت كليك، حكينا من الطول هاد، كيف ننطوله؟ ip config slash all. شو اختار انا؟ واحد عندي ايثرنت ادابتر، عندي تانل، عندي وايرلس، كل واحد حسب كيف عم بشبك على النت عنده في البيت. انا عم بشبك عندي على النت على الايثرنت ادابتر هاد كيلر جيجا بايت. بعرفش عندكم كيف شابك، انا عندي هيك شابك، بحط هون edit replace، ببدل الاصفار بالشي الموجود عندي، replace all x save، بحط هذا الحكي وين، بعمل new folder اسمه btc، بحط فيه license file هون، بروح على التنزيل. شفنا كيف بنحط license file بالتنزيل، تستنى بين ينزل. نرى انه سيميوليت، طبعا هيك المفروض كل شيء خلص. بعمل فينش، اذا فتحت البرنامج هسه راح يعطيني ايرور. قبل ما نفتح البرنامج حكينا في فايل كراك شيء اسمه الباتشر، هلا اجى دوره، بنعمل رايت كليك، رن از ادمنستريتور، يس. هون خطوة خطوة حكينا من نمشي، يعني اي كبسة هون غلط مش راح يشتغل الباتشر. نكبس على كفور سي بروجرامز فايلز بي تي سي كريو 2.0 كومن فايلز ام 010. ما بروح بكبس ستارت، بكبس لوك فور، بنزل عندي الاشي هذا. لما اشوف الحكي هذا اجي هون بكبس ستارت، استنى عليه يعمل باتش. تمام اوكي، كمان مره لوك فور كريو 2 ديستريبيوتد سيرفيس مانجر، بكبسها. لازم تغير عندك العنوان يصير هيك ديستريبيوتد سيرفيس مانجر. تمام، اذا اوكي تمام بكبس ستارت. اوكي اكس، نفتح البرنامج. تمام، المفروض يفتح عندك بدون اي ايرور. اذا طلع اللايسنس ايرور معناته في عندك غلط، وعلى الاغلب الغلط بالاي بي اللي انت اخذته، غير هيك المفروض يفتح معك البرنامج ويكون تمام. بس يعطيكم العافيه.